السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. جات لكم اليوم فيديو جديد، وكما كتشوفوا معايا أسرع وأنجح خبز تاكوس أو خبز ساندويتش أو التورتيلا، عنده بزاف ديال الاستعمالات بأنجح طريقة، بالعجينة السائلة بدون عجن بدون ذلك بدون اختمار، غير خلطيه وطيبيه، ممكن تحضريه في آخر لحظة وتفرحي به وليداتك. كما كتشوفوا معايا لفوه كما بغيتوا، ما كيتكسر ما حتى شي حاجة، ديروه بأي طريقة نتوما بغيتوا كما كتشوفوا معايا، يعني فعلا هاد العجينه راها سحريه، ونعطيكم حتى طريقه الاحتفاظ به لمده اطول. كنتمنى فعلا انه ينال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوه، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه. ما تنسونيش باللايك والبارتاج، وخليكم معايا للاخر، ويلا نبداو على بركه الله وفرجه ممتعه. غنبداو بالمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. كما كتشوفوا معايا غادي نحتاج نفس الكميه ديال الدقيق، هي نفس الكميه ديال الماء. غنحتاج 4 الكيسان ديال الدقيق المنخول، هذا راه نخله، هذا الكاس الثاني كما كتشوفوا معايا. غنحط دابا الكاس الثالث غير باش ما يجيكمش الفيديو طويل يعني، وهذا الكاس الرابع. نفس الكميه اللي غديروا ديال الدقيق هي اللي غديروا ديال الماء، وغادي نضيف واحد المعلقه ديال الملحه، معلقه صغيره، وكذلك معلقه ديال السكر تتبقى على حسب الذوق. وغادي نضيف الماء، الماء غير ديال الصنبور يعني ما عادي. غادي نضيف 4 الكيسان، ولكن دابا في هاد الاثناء غنرمي 3 الكيسان، هذا الكاس الثاني، هذا الكاس الثالث، وبالنسبه للكاس الرابع غادي نخليه حدايا ونبقى نزيد شويه بشويه. وبالنسبه اللي بغى يدير كميه كثيره وبغى يحتفظ به في المجمد، يضيف واحد المعلقه صغيره ديال الخل. دابا غادي نخلط غير بشويه بشويه، ونبقى نضيف الماء شويه بشويه باش ما يتكونوش ليا دوك الكويرات. وبالنسبه اللي خاف ممكن تصفيو العجين في الاخر، يعني لاحظوا معايا كنزيد هذاك الكاس غير شويه بشويه حتى الاخر. دابا راه ساليتو، وكتحاولوا انكم تخفقوا هذا الخليط مزيان يعني باش ما يبقاوش لكم نهائيا دوك الكويرات. وفي الاخير اللي بغى يصفيه ممكن يصفيه، وكنضيف ملعقه زيت المائده في الاخير فاش كنسالي كما كتشوفوا معايا. ما غادي يختمر ما حتى شي حاجه، صافي هكا تيكون العجين ديالو، يعني ما كيكونش سائل بزاف وما كيكونش ثقيل كما كتلاحظوا معايا، كيكون شويه خفيف على الكريب. صافي دابا غادي نمشي مباشره باش نسخنوا المقلاه ونبداو نطيبوا على بركه الله. كما قلت لكم اللي لقى شي كويرات ولا شي حاجه راه ممكن يصفي العجين. وبالنسبه للمقلاه ضروري تكون مقلاه ثقيله، انا جبت هنايا باش نوريكم يعني كيفاش كيكون القوام ديالو في الاخير. المقلاه من الافضل تكون ما كتلصقش، انا غادي ندير في هذه، واللي بغى يدير في ديال الطيفال ممكن يدير هذه، ما كنحتاجش انني ندهنها نهائيا، اللي بغى يدهن غير في المره الاولى. صافي دابا غادي نجيب هذه المقله، ممكن نتوما ديروا المقله اللي بغيتوا. بالنسبه للطبقه اللي كنديروا ما كتكونش رقيقه وما كتكونش غليظه بزاف كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نعاود معكم واحد ثلاثه ولا باش يعني تستوعبوا الفكره مزيان. لاحظوا معايا يعني بهذا السمك هذا ما كتكونش بحال الكريب، يعني كتكون شويه على الكريب، تكون سميكه شويه على الكريب. صافي دابا غادي نحطها النار كتكون متوسطه، يعني ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش ضعيفه، غادي غير تنشف ليا وتبقى دير هاد الفقاعات هادو، وغادي نقلبها. والسر في الطياب، ردوا معايا البال، انا نعطيكم الاسرار باش ينجح معكم هاد الخبز هذا في الطياب. كما شفتوا معايا في الاول في فاش كنخلطوا، دابا التتمه ديال النجاح ديالو هنا. غادي نقلب وغادي نبقى نضغط. لاحظوا معايا نتوما، غادي نحاول انني ما نحرقش لكم كاع المراحل، يعني تشوفوا كل شيء. لاحظوا معايا دابا بعد ما قلبتها غادي نبقى نضغط عليها المره الاولى بيدي، والمره الثانيه بهاد الباله هادي كما كتشوفوا معايا، غادي نبقى نضغط عليها باش تنتفخ، وغادي نبقى يعني نقلب فيها مره مره هكا، ما تخليهاش يعني تتحمر بزاف. دابا لاحظوا معايا يعني هذا هو السر النجاح ديالو، هو بدا تينتفخ، انا قلبتو يعني هو بدا كينتفخ. صافي دابا هادي راه طابت، لاحظوا يعني راه مازال كتنتفخ. السر النجاح ديالو انه ينتفخ، وانكم يعني ما تبقاو تقلبوه كل مره وتبقاو تضغطوا عليه، يعني هذا هو، وتضغطوا على الجوانب باش يطيبوا. دابا هادي طابت، غنديها لواحد المنديل، يعني خصك ضروري تغطيوها وديروها وسط شي بلاستيكه باش ما تكرمش. وهنا غنعاود الثانيه، يعني ضروري المقلاه خصها تكون سخونه، انا هذه عندي ثقيله يعني مباشره كنطيب ونعاود. الا عندكم شي مقله خفيفه بردوها من الظهر ديالها بشويه الماء. صافي دابا نستمر انا بنفس الطريقه، دابا نعاود معكم الاخرى باش تشوفوا. كما كتشوفوا معايا دابا يعني كندير ضروري واحد المنديل دخلته وسط واحد البلاستيكه، وكنغطيهم يعني باش ما يكرموش نهائيا. وتشوفوا حتى هذه راه لعبه في الدور في النجاح ديالو. وكذلك تنستمر بنفس الطريقه كما كتشوفوا معايا، انا عاودت لكم غير باش يجيكم واضح، بالنسبه انكم يعني واخا تزيدوا بهذا الشكل هذا ما تخافوش، يعني هو العكس، خص الطبقه شويه تكون سميكه شويه، يعني ماشي بزاف ولكن تكون قابطه راسها باش فاش ديروا فيها الحشو ما تقطعش.
لاحظوا معايا يعني كنقلبوا مباشره وكنبقاو نحركوا باش ينتفخ لينا، يعني كنبقاو نضغطوا عليه بهذه الطريقه هذه. يعني راه الا ما درتوش هذه الطريقه هذه ما غاديش ينجح معكم هذا الخبز هذه. يعني ضروري ما تتبعوا هاد النصائح هذو لا في الاول ديال فاش كنخلطوا ولا فاش كنكونوا نطيبوا، وراه كيجي غزال وكيجي رائع وممكن تستعملوه في اي حاجه بغيتوها نتوما. كما قلت لكم يعني غيسهل عليكم الكثير وغادي يهنيكم من الطاكوس ديال الزنقه ومن السندويتشات ومن كل شيء. يعني كما كتشوفوا معايا راه ناجحه هاد الطريقه هذه. ممكن نتوما تضاعفوا المقادير وديروا كميه كثيره. صافي انا غادي نستمر بنفس الطريقه كنقلب وكنبقى نضغط بهذا الشكل هذا وهو كيبقى ينتفخ. كما كتشوفوا معايا من الاحسن الا كانت عندكم شي مقله كبيره باش فاش بغيو تلفوه يعني يجيكم ساهل، اما الا كانت مقله صغيره راه غادي يجيوكم يعني غير صغارات. لاحظوا معايا راه ضروري ما كينتفخ، واللي كملتها يعني كديها للمكان ديالها. دابا نستمر على هذه الطريقه فاش غيسالي غتشوفوا الشكل النهائي ديالو. ودابا بعد ما ساليت كما كتشوفوا معايا يعني كله وضعته في هذا المكان هذا وراه كامل يعني رطب. كما كتشوفوا معايا يعني ضروري تغطيوه ما تخليوش يعني ينشف. لاحظوا معايا يعني ما كيتكسر ما حتى شي حاجه، ما شاء الله ناجح 100%. غادي كذلك نقول لكم الطريقه ديال الاحتفاظ الا بغيتوا تحتفظوا به، واخا تلفوه واخا يعني ما كيتهرس ما كيتكسر ما والو، غير تبعوا النصائح اللي عطيتكم وغطيوه يعني ما تخليوهش هكاك عريان. كما كتشوفوا معايا بالنسبه لطريقه الاحتفاظ به فاش كتجيبوه بحال هكا، انا كنفضل ديروا ورق الطهي. بالنسبه اللي ما عندوش يدير بابي ديال المطبخ اولا السلوفان، كل وحده كتفرقوها مع الاخرى وكتجمعوهم دفعه واحده كما غادي تشوفوا معايا. دابا انا راه غير كنوريكم هنايا يعني راه كله كيجي ما شاء الله يعني كيجي رطب وحده على اختها، يعني ما كاينش شي وحده اللي كتجي نهائيا ناقصها اولا، يعني كله ناجح من الاولى حتى الاخرى. بالنسبه للحجم نتوما لكم الاختيار، بغيتو ديروه كبير ديروا مقله كبيره، عندكم مقله كبيره هكا ما تتلصقش، عندكم مقله صغيره ممكن تستعملوها. كيما كتشوفوا معايا راه ناجح 100%. دابا غادي نجيب واحد البلاستيك غذائي وغادي نقول لكم الطريقه اللي كندير ليها انا فاش ما نحتفظ به. يعني كيما قلت لكم ضروري ما ديروا ما بين طبقه وطبقه، ما بين وحده وحده اي بابي ديال المطبخ هكا ولا السلوفان اولا. انا كنفضل ورق الطهي حتى اللي ما عندوش يدير هذه الطريقه هذه. صافي وكتجمعوهم كاملين وكتجيبوا البلاستيك الغذائي وكديروهم في الوسط ديالو، كتوضعوهم في المجمد. فاش كتحتاجوهم يعني كتجبدوا القياس اللي بغيتو، بغيتو 4 بغيتو 3 بغيتو 2 على حسب عدد الاشخاص، وكتحطوهم حداكم في المطبخ في شي بلاستيك اخرى. راه بسرعه كيطلق يعني وكيبقى بحال اللي يلاه طيبتو، يعني كيرجع كيترخى بحال اللي يلاه طيبتو. هنا كيكون الفيديو ديالنا سهلة، وكنتمنى هاد الحصه تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. انتظروا الجديد ديالي وان شاء الله باقي غنحضر لكم طاكوس بهذا الخبز هذا في الفيديو الجاي باذن الله. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه، ما تنساونيش بلايك وتبارطاجي الفيديو مع الاهل والحباب ديالكم باش فائدتهم. ونخلي لكم بعض الصور ديال الطاكوس اللي غنحضر معكم باذن الله، وكذلك اطباق اللي ديجا حضرت معكم سابقا. كنتمنى تدخلوا القناه وينالوا الاعجاب ديالكم. انتظروا هاد الطاكوس هذا ان شاء الله غتشوفوا كذلك كي تيجي تم الداخل كيجي غزال وكيجي لذيذ بزاف. فقط حطيت لكم غير هاد الصوره هادي، نتظروا الفيديو الجاي وهاد الصور. كنتمنى كذلك يعجبوكم وتدخلوا للقناه وتشجعوني باش نستمر باذن الله. وتنشكركم بزاف بزاف على المتابعه، والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه. وشكرا على المتابعه.